مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه والسلام للجميع. صراحة ترددت كثير قبل ما أعمل هذا الفيديو، لأنه الفيديو قد يكون في أخبار صادمة وليست بالجميلة التي نحتاجها كل يوم لرفع المعنويات، ولكن إظهار الحقيقة قد يكون شيء جيد. طبعا عندي معلومات من قبل شهر تقريبا من زملائي اللي بيشتغلوا في الصين واللي درسوا معاي وبقوا في دولة الصين وخاصة مدينة ووهان، بأنه هذا الفيروس خطره مش فقط كما يظهر الإعلام أو أظهرته بعض المصادر. كان في بعض المخاطر اللي لم يعلن عنها بعد لعدم وجود دراسات كافية، وإحنا الأطباء بنكون كتير حذرين بهذا الشيء، لأنه ما بتعلن عن شيء إلا لما يكون عندك دراسة أو عندك تقريبا كيس ستدي ويو كان بروف إت بالعلم والساينس. فعشان هيك أنا برضو ما طلعت وما عملت أي فيديو عن هذا الموضوع، خوفا أنه ينتشر الرعب والذعر. لكن الآن بدأت بعض الساينتيفيك بيبر تطلع بهذا الموضوع وبتحكي عن مشاكل ما بعد الكورونا الطبية، بما معناه انه شو بصير بعد الشفاء من هذا الفيروس. طبعا احنا بنعرف انه عدد كبير من الناس يصاب بهذا الفيروس ولا يعلم انه اصيب به، وعدد ناس عدد من الناس كبير برضو يشفى من هذا الوباء، وجزء بسيط جدا من 2-3% 4% في بعض الحالات توفوا من هذا الفيروس، والله يرحمهم جميعا. قيل انه حالة الوفاة صارت بسبب جلطات، والان عم بيحاولوا يعطوا مميعات، وهذا شيء جيد انه بدأنا نكتشف شو الحالات. ان شاء الله يكون يعني اعطاء هذه المميعات او مميعات الدم، خلينا نحكي الاصح، تسهل في عملية الشفاء. لكن المشكلة في الناس اللي يتعافوا من هذا الفيروس. طبعا الناس اللي يتعافوا في أرقام تصل إلى 70% من المتعافين، 70% من المتعافين أو اللي يصيبوا بالفيروس هذا ولم يشعروا به، بعد فترة بصير عندهم مشاكل صحية. وهذه المشاكل زي ما حكينا لم يعلن عنها في البداية لأنه ما في كان دراسات، لكن الآن تبين أنه هذه المشاكل قد تكون خطيرة. من أحد حنعدد بعض المشاكل اللي سمعتها، من أحد هذه مشاكل أمراض أو مشاكل في نبضات القلب عم بتصير عند الناس اللي عم بتعالجوا. طبعا لحد الآن مش معروف هل هي مؤقتة أم حتكون دائمة هذه المشاكل. أول شغلة اللي هي مشاكل في نبضات القلب. الشغلة الثانية اللي عم بتصير مشاكل في الكلى، عم بيصير ناس عندهم ضعف في قصور في وظائف الكلى. الشيء الثالث اللي كل انتشر وسمع عنه اللي هي ضعف أو قلة في الخصوبة عند الرجال وتصنيع الحيوانات المنوية. الشغلة الرابعة اللي عم بتصير عند هدول اللي عم بتعافوا اللي هي مشكلة في جهاز المناعة، تشبه إلى أقرب ما يكون إلى مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز. فهدول الناس بصير عندهم ضعف شديد في جهاز المناعة، بتنزل عدد كريات دم البيضاء في الجسد إلى عدد كتير متدني، وبالتالي بصير عندهم ما يشبه أو ما يشبه هذا المرض اللي هو مرض الإيدز، بصيروا ضعيفين جسديا. الشيء الخامس اللي عم بيصير إنه عم بيصير عندهم طفح جلدي خطير جدا لكل الجسم، في جواه قيح أو بس. هذا القيح بيثبت إنه في التهابات موجودة في الجسم، وقد يكون هذا مرتبط بالنقطة اللي قبلها اللي هو جهاز المناعة.
فبالتالي هذه المشاكل اللي عم بتصير عندهم، طبعا هذا اللي يعلن اللي أعلن عنها، في شغلات لم يعلن عنها ولا نتكلم عنها إلا في حينها لما يصير في إعلان. فحبيت أبلغكم بعض هذه الشغلات، وخاصة الناس المستهترين بهذا الفيروس. هذا الفيروس يا جماعة جديد، لا نستطيع الآن الحكم عليه أنه هذا إنفلونزا أو مش إنفلونزا. في ناس كتير للأسف بدأوا يحكموا عليه أنه هو زي الإنفلونزا وبروح وانتهى الموضوع. لا، للأسف عم تطلع نتائج ودراسات أنه تثبت أنه هذا الفيروس إله آثار جانبية على الجسم. لن أقول إنها مستمرة إلى طول العمر، لكن جهاز المناعة والجسم كله عم بضعف بعد العلاج من الفيروس. مرة ثانية بحكي، هدول الناس اللي تعالجوا اللي شفوا من الفيروس وطلعوا من المستشفى الآن عم بيرجعوا في بعض هذه المشاكل. فحبيت أشارك معكم هذا الفيديو، معلش قد لا يكون تفاؤلي كثيرا، لكن أحيانا إحنا يعني ما في بيدنا غير نقول الحقيقة. زي ما حكيت، أنا كان عندي المعلومات هاي قبل فترة طويلة لكن ما كنت أقدر أحكي فيها لأسباب عدم وجود أي publication. فأي واحد رح يسأل رح يقول لك من وين بتجيب هذا الكلام، الآن بدأت البابليكيشن تطلع وبدأت هذا الكلام يطلع وبدأوا العلماء يدرسوا هذه الآثار. إن شاء الله نرجع نحكي إنها تكون آثار مؤقتة وليست طويلة الأمد، لكن لا يوجد هناك أي دلائل لحد الآن. فالتزم النصائح اللي أعطتك إياها الحكومة، لا تستهين في هذا الفيروس ولا تستهين بهذا المرض. ويعني ما في داعي أحكي أكثر من هيك، أنتوا مثقفين ومتفاهمين. إن شاء الله رب العالمين نوصل لحل سريع وننتهي من هذه الجائحة. والسلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل